السؤال الأول: ما حكم الدراسة على المجاهيل؟ الجواب في السؤال، الجواب في السؤال، هو يسأل الدراسة عن المجهول، فأنت قد أجبته، هو مجهول، كيف تدرس على مجهول؟ فقد أجاب. الأصل أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهله وعن حملته المعروفين به. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيش دينكم. هذه المقالة تتابع عليها جمع من الأئمة كابن سيرين والإمام مالك والثوري وغيرهم، وتتابع العلماء عليها، ولا يجوز والحالة هذه أن المرء يأتي فيجعل كلمة ابن سيرين شبهة، كما قال أحد المخذولين مروجا، أقول مروجا للباطل وداعيا للدراسة على أهل الأهواء، يقول شبهة، بعضهم يقول محتجا بأثر ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يجوز الدراسة إلا عمن كذا وكذا وكذا. والجواب عن هذه الشبهة من سبعة أوجه: فجعل الحق باطلا والباطل إيش حقا والعياذ بالله، وهذا من انتكاس الفطرة، لأن التوفيق هو أن يرشدك الله جل وعلا إلى الطاعة وأن يوفقك إلى القيام بها، أما الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فهذا العلم، العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلماء، انظر إلى السلف، هل كانوا يأخذون عند يأخذون عن كل من هب ودب وأقبل وأدبر؟ أبدا، كانوا يسألون ويبحثون، كما قال أبو العالية رحمه الله: كنا إذا أتينا لنأخذ عن الرجل رمقنا صلاته، بعد أن يسألوا عنه، فإن أحسنها أخذنا منه وإن أساء تركناه. عند الجماعة هؤلاء هذه وسوسة، صحيح؟ تنطع. ولهذا صار كل واحد منهم عندما يعير سمعه لكل من هب ودب، صار تجتمع عنده ماذا؟ البلايا والموبقات، ولا يميز، بل سلم منه أهل البدع من الانتقاد، وما سلم منه أهل السنة يؤاخذهم بهذه القاعدة السنية، أقول يلوم أهل السنة لتطبيقهم لهذه القاعدة، ولا يلوم أهل البدع في نشرهم لبدعهم وضلالهم. أئمة السنة ذكروا أن من شروط طالب العلم أن يكون مشتهرا، أي بالعلم معروفا به. قال الإمام يحيى بن معين كما في الكفاية الخطيب: آلة طالب الحديث الشهرة وترك البدع واجتناب الكبائر والصدق والأمانة، أي الشهرة بالطلب، بطلب العلم. انظر يا أخي كتاب الإمام ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، ستجد في الكتاب من بعض التبويبات وممن يؤخذ عنه العلم، فلان وفلان أسماء ويترجم لهم، يحمل عنه العلم، يحمل يعني أهل لأن يؤخذ عنه ماذا؟ العلم. إذن هذه قاعدة بارك الله فيك سطرها العلماء، طبقوها عمليا، صارت عليها الأئمة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا السنة على هذه الطريقة. يا إخوة، هذه القواعد حراسة للدين من أن يدخل فيها مضل، أعني يدخل في الدين مضل. ولهذا أهل السنة حراس
حراس هذا الدين، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه القواعد بارك الله فيكم أزعجت القوم وأتعبتهم، ها، فصاروا يلمزون ويسخرون من أهلها. وعلى كل حال لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، وأن يقارع هذا الباطل بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان.